خالد بان طيب يا ابو سامة مجيد تعال لا ما تحط خلاص سجل تقول لك مجيد احنا اربعة اشخاص يا ولد البنك ما عجبته هذه كلها من الاسبوع خلاص ما في بنك والله كلها بالورق جينا نقدر نعرف رصيد ها يلا نريد نعرف رصيد اخر اسبوع بس جيب لي عطنا صفر بالله لو طلع لك انا تقدر تجيب لي يا عيال يا في امان يا زين طلع له انت صالح يا بقلبك صالح يا بقلبك يا بندر والله نعرف بندر جيب لي معك دايت بالله والله نعرف يحرف يقول لك محمد هذاك محمد يقول والله ما اعرف يقلدني الكذاب محمد في جديد محمد نادي محمد خالد 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 يا محمد عندي درس يا عدار يا ذيبه ايه بندر يا كبير شوف محمد اكو مسافه راح اسوي ها بدك تخطط لا لا بدك تخطط بندرنا عشان تكتب يا كل في معاصير الليال يا اللي انت ساميه خسال الحمد لله عمر محمد ها عمر رجع يا ابوي لا ما لا ما 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 عرفت له انا انا سالت مفلح ولا دقيقه دقيقه والله والله في ناس في هات يا صالح شوي بس والله مضلنا مع دمك والله العظيم كل ما سوى صالح اللي ابوك ضحك محمد 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 خالد حبيبي طالبين 10 تصفيق 30% منها كم؟ لا 30% والله والله 800 يا معلم طيب سلطه حمص هي ب 10 ريال صح؟ في احد في احد اخذ 30 حمص يعني بس هذا ادخل 400 صرف حمص اي شيء تدري كم يجيكم 250 الحمد لله اللهم لك الحمد لله طيب محمد في احد سرق انتم ما اشتغلتوا زين كلش تخطيط خلاص انتوا اتوقع كيف ما يحمص انا داخل بروح اجيب وجه على هذا ما يحمص داخل نص صحن بروح اجيب وجه اجيب انا بروح اجيب انا الربح كله 50 انتظر قبل انتظر ها لو انا رافع النسبه بروح اجيب وجه 50 خلاص ماشي امل وشو؟ خلينا نحمص والله ابي ابني ابني تعال شاركنا شاركنا هذا كوبك انا جيت هذا كوب صح في احد معك هنا مع خالد مع خالد هذا بنا كوب هذا جيت هذا كوب هذا كوب كله احنا نعرف نشارب المبدا أنا مع عمر زبطنا وأبي دايت تكفى مرة ما فيه محمد أنا مع ذا كم بتجيب صيخ راضي ومن راضي كم صيخ غير من برا يتمشى وايد يعني كم نجيب نجيب شو ما بس ياخذ كم امسك لي بريد 10 صيخ ب 10 مو بريدول لا اي لا لا اسف اسف نسيت 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 الحين قلت له اربع ساعات اي نسيت نسيت شو وضعك انت يا ابو كنت وصيخ يا عيال يا عيال صار في عطل لا انا افكر اربع ولا نقص 12 احنا يا كابتن انا افكر اربع اربع ولا نقص حسست انها ماكينه صار في عطل اربع اربع خلاص يا
مو برا خلاص صار في عطل استراحه وش عطل مبلي 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 يا مبلي اقصد 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 من فتاك الى انهم عرفوا يزودون خمسه منك وخمسه بالثاني انا اقول اسمع اربع سياخ وخمسه صح اذا خليناها ثلاث سياخ سته سياخ كذا صير محمد نبي سته سياخ بكم والله انه ولا شيء اليوم مشاوي ما قد سويت مشاوي كذا برا ها حد يبغى شيء السلطات وصلتكم ملعقه والله ما يا ولد يا ولد ما والله يا ولد جد انا وزهج لازم كله بصحن اول من دخل هنا وطلبت متبل وحمص ما في حبيبي متبل لا والله ما ادري وانا اطلب اول واحد على وجهي خطا ان شاء الله ان شاء الله ابشر طال عمرك بكره باذن الله نجيب المره الجايه والله ما ادري الله يسعد الله يسلمك عليكم عطرت حلي طيب كيف عطرت قبل ايام السويس سق الله ايام الاداره والله يا حيل ما يمدي نمشي من هنا الا كلهم في محله طيب حبيبي ورا من السلط السلط نزل له سلط هنا عندي عصير يا حبيبي السلطه يا ما انت ما سلط سلمان يحتاج وقفه ذكر الملك سلمان يحتاج وقفه يجب على الشعب السعودي يحييه لا ما احد ما قال ما هو كذا والله كذا والله كذا والله كذا والله كذا يعني ايش انا قلت ما هو كذا انا البسيط اللي لا بس كن دائما متفائلا فهذه حياتنا انا حط لنا الجاد نختار هذا القدر خالد عاجز خالد اول ما انطلب حنا خلي عجلنا تكفى اوكي خلص خلص وانت كم ملابس اول واحد بعد سلك يعني محمد عثمان الهنا والعافيه عليكم يا رب عشان عافيه ان شاء الله دقيقه 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 ايه بنت سجل خلاص بالعافيه بالعافيه من هذا ما لاحظت دقيقه 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 ولد 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 فخ ونو دقيقه دقيقه حسبت لا خل 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 حسبت هلا عرض مسرح يا باشا عبد المجيد انت هذا عرض مسرحي اي قلد الشباب اوه بلا بلا قلدني انا كذا ايه اي والله كذا يا حبيبي انت اصلا ما تستاهل 50 لانك تستاهل 100 اوه ماي جاد تخرب تخرب حلوه والله قلت خالد بالله منور بلاطه طيب وين 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 هذا لازم شنب قلت ها كبير الفوزان قل مساعد يلا جيب وجهه محمد لا قل انا مساعد
ثاني يركض ساعد مساعد قلدك استهتر نسيت يركض يركض لا خلاص ما تشوفني الام تواضع جالس لا لا هيك خلنا نتذكر الحركات بس يركض يركض على قلت سنة لا والله ما أدري والله ما أدري ما راح تمسط ولا جيت شلون تأخر والله ما أدري والله تأخر يا بندر العلي يا الله سلام مركب هذيك ما شاء الله حبيبي خالد 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 اول ما طلب حنا خلاص جاهزه كلها جاهزه كلها جاهزه ما في سلطات وي والله وش هذا؟ هذا 12 سيخ طلب 12 سيخ من اللي طلب 12 سيخ؟ 12 سيخ 12 سيخ هناك ليش 12 سيخ؟ يلا 12 جبه 12 12 طلب ما بوش والله يا ولد ولد لك غدا تغذيت وعشا تعشيت وتكون نسيت واليوم غدا وعشاء ورفاهية ومشويات تسع باقي ثلاثة هذا حال الدنيا باقي ثلاثة يا خالد العباس والله لو نجيب لكم ملذة وطاب انك ما تنسى عليك يا اخوان تسحبون وتسحبون الفلوس بالغصب اي والله اي والله الناقل يقول الناقل مغصوبة ما تدر يا سالم اي والله العظيم انك اي والله الناقل مغصوبة ما تدر هنا 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 هيزان ولا شاني واحد على يسقى سازان ولا شيخ باقي كم باقي 12 سيخ جبت طحينه هذه 12 طحينه هذه ما هي 12 طحينه والله 12 يا سيف يا حبيبي يا سيف يس ترى انا اللي طالبين قبل ما نروح للفت يا غالي ما في طحينه كان بطحينه خلص الطحينه هنا زودنا ما في لا خمس ولا دقيقه دقيقه ما هو ناس والله ما نزل ما خلص السيخ يا ما اقول هذا 12 صيف 12 صيف والله بشتغل انا اذا ها اذا هنا اشتري عليهم والله من جد طيب ايه يلا يبيض وجهك اللي بارز يفوز عليه وجهه وجهه يلا يلا منو خالد جبت خالد أتيتكم من بلاد الفرس وصلت إلى عليك تعال ها والله اللجنة ما انصفها صراحة ما تكلم عني من الثاني؟ اسحبوا خبز السرعة لا خبز يا الحماس ويري اسحب الرجال ايش؟ طلع يا ابوك سعيد اسحب اسحب انت زين بس يا ابوك بس يا ابوك صدق الامر انه بيقول هذا عمر من من اللي كان باقي؟ ها؟ مدرب انت خايف مني ما والله ما في ولا فتت ها؟ فتت وايد سموا من هذا
تبون ازيد؟ حلو التعديل. يلا يا جيل ياسين الحياه وانت تشوف محمد الدهلي راح باقي لا خلاص ما باقي سالم سالم كم الساعه يا زينك ها دخول ها 12 دقيقه ما عليك 12 دقائق مجيد 3 دقائق هنا 12 دقيقة ايوه انت عندك فن تيكيت 59 احنا ما عندنا هالفن هذا تعرف مقدمة يا طويرش مقدمة دقيقة من ساعتك من كذا يوم انه في ساعتي الا دقيقتين عبد الرحمن خلي تيكيت سم والله انت مخرب سم يا عيون عبد الرحمن ولا لا عيونه ولا مو يا قلب عبد الرحمن لا تكلم ايش رايكم سحبتوا على فارسكم فارس القبيله هذا عنده هذا يطلع ايش طريقه تركه لو سنيدك يدري انك دوم مهم والله انا قبل ما نروح للبرنامج خلاص قررت اغزوهم بس شوف يا والله راشد والله انت على قولك شيبان مقرب المعشى قسم بالله ما بيني وبينك فرق شيبان يقول لك مقرب المعشى يعني انه رب البيت فيه كاميرات دعوا الله فيها ما فيها خوف والله ان انت والله لا والله ياخذوا غلط انهم يشوفون هنا دخل علينا انت هناك يحلون حق ضريح انت ها؟ بالله محمد حبيبي محمد وانا اليوم احنا نقين 3 ريال له ها؟ شلون؟ ها؟ دخل على الفرق تخيل عبد المجيد يقول ان العشاء ذا اليوم يدخل بحسابه انا ما اظن الشعب والحسابات اعطيتهم ورقع قوم بالله يا ما شبيك عميس لا لا بكره بكره والله ما نمشي بكره يا عميس ما عمري شفته ولا داري اشوفه يا عميس تدري شو معناته نروح يوم 11 بالله ما عمري شفته خلي مطلع بالله الاخضر واصفر بالله واحمر اليوم لنا بدري والله البال شافت والله مدنيهم قسم لا يتعبوني نفسيا والله انت صاعد بيجيبون اكيد برنامجكم المغرب اكيد جب جب سلطنات عندهم صدقني لا والله والله ها وش اللي يفرق؟ تدري انه اللي بيشتغل هذا يا ولد انا خايف ايش؟ يحتاج وقفه خايف يا طويل العمر اذا جت جاب رايم يصير كل الدعوه برامج وفقرات ما في ريلتي ما في سواليف ما في شيء دورتك بالمسجد لان كل اللي بيشتغل بعد الطلب بالله ولا اول شيء صح حالي يا شباب كلهم راحوا وحشت ها؟ والله ما تسوى الريال ليه من اللي يقول؟ شلون؟ عندك 12 ساعة 15 نفر 14 نفر 16 نفر طيران طيران ما بتتخيل تشوف غمض كذا